تدرس الحكومة الإسرائيلية وقف تسليم السلطة الفلسطينية أموال الضرائب المستحقة أو جزء منها رداً على قرار السلطة الانضمام إلى 15 معاهدة دولية. ونقلت صحيفة جيروسالم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة تدرس تجميد تسليم عائدات الضرائب للسلطة التي اتهمها بإنفاقها على من وصفهم بالإرهابيين وعائلاتهم. وينضم إلينا من القدس الصحفي الإسرائيلي الحنان ميلر. وسط كل هذا التصعيد وعاصفة التهديد الإسرائيلي عقب الأزمة التي تقوم بها المفاوضات، لماذا الاستمرار في اجتماعات الحفاظ على المسيرة التفاوضية؟ وعدم الاجتماعات هي عبارة عن محاولة من الولايات المتحدة للحفاظ على المسيرة التفاوضية وعدم انهيارها. هيبة وزير الخارجية كيري مرهونة بمواصلة المفاوضات، كلا الطرفين لا يتحمسا يعني كثيرا من مواصلة المفاوضات يبدو، والكل يتهم الثاني بفشلها لغاية الآن. الطرفان غير متحمسان، لكن الطرفان أو الأطراف الثلاثة لنقل لا مصلحة لها من إنهاء المفاوضات، وبالتالي هل بات الهدف ليس هو مضمون المفاوضات وإنما الاستمرار في هذه المفاوضات وتمديدها؟ هل هذا هو الغاية؟ صحيح، الكثير هنا في إسرائيل يتشكك في غاية المفاوضات ويتساءل لماذا تستمر إسرائيل في المفاوضات لأي هدف، يعني شو الهدف من وراء هذه المفاوضات. هناك ضغوط هائلة من قبل أجزاء من الحكومة، حكومة نتنياهو، ضغوط من أجل وقف المفاوضات، خاصة من الوزير نفتالي بنت وزير الاقتصاد الذي يريد أن يطبق خطته القديمة، خطة التهدئة بضم بعض الكتل الاستيطانية أو بعض مناطق سي إلى إسرائيل. وهناك أصوات داخل حزب الليكود تنادي بوقف المفاوضات، ومحمود عباس أيضا في يوجد عليه ضغوطات لوقف المفاوضات. ولكن ما هو الحيز الذي يمكن أن تتلاعب به حكومة نتنياهو، لأنها في النهاية حسب ما يقول خبراء لا تريد تقويض سلطة عباس ولا ربما قطع الخيط مع عباس والسلطة الفلسطينية، بالتالي حدود هذا التصعيد الإسرائيلي إلى أين يمكن أن يصل؟ حتى الآن إسرائيل قامت بيعني خطوات محدودة، يعني وقف تمرير الضرائب يعني لم يتم لغاية الآن. هناك وزراء إسرائيليين يريدون هذه الخطوة، ولكن إسرائيل حتى الآن قامت بخطوة محدودة وهي وقف الاتصالات مع الطرف الفلسطيني. هي خطوة رمزية، مش خطوة يعني فعلية كثيرا. وكذلك أيضا الطرف الفلسطيني قام أيضا بخطوة شبه رمزية بوقف أو توجه إلى الولايات الأمم المتحدة. هي خطوة رمزية، هي رمزية بالنسبة لإسرائيل. ماذا كل رد فعل هذا من جانبها؟ إسرائيل يعني في بعض الأشخاص الذين يريدون أن يضخموا يعني حجم الخطوات الفلسطينية لغايتهم، يعني من أجل وقف المفاوضات، من أجل صبغ الطرف الفلسطيني كالطرف الرافض للمفاوضات. والمسؤولية الآن على الطرف الأمريكي يعني تهدئة الأمور وحصرها يعني. ولكن الموقف الأمريكي يقول بأنه يقيم حاليا دوره في الوساطة في هذه المفاوضات في حال ربما التراجع الأمريكي، وهذه مجرد فرضية. ما هي البدائل الأخرى لدى إسرائيل ألن يقع ربما نتائج هذا على عاتق إسرائيل أكثر مما سيقع على السلطة الفلسطينية؟ النتائج تقع على عاتق الطرفين أظني. إسرائيل ليس لديها بدائل حقيقية. إذا سألت الوزير بنت مثلا اليميني، هناك بدائل بخطوات أحادية الجانب مثل ضم المستوطنات أو ضم مناطق سي 60% من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ولكن أغلبية الأصوات الإسرائيلية الحزبية في الحكومة أو في المعارضة يعني لا تدعم هذه الخطوة، والكل يعني يعترف حتى رئيس الحكومة. معنى هذا بأن ربما يؤدي ذلك إلى هشاشة ربما في الائتلاف الحكومي، قد ينعكس على تماسك هذه الحكومة وعلى الحكومة ومستقبلها في النهاية. حتى الآن لا توجد مؤشرات على يعني تفكيك الحكومة. الوزير
لابيد وزير المالية هدد بالانسحاب من الحكومة إذا رفضت مواصلة عملية السلام، ولكن هناك بديل في المعارضة. حزب العمل يقول علنا إنه يدعم أي يعني المضي قدما في عملية السلام. نتنياهو له بدائل يعني للأحزاب اليمينية حاليا في الكنيست، الخيار عنده. يعني الطابة حاليا في ملعب نتنياهو هو الذي يمكن أن يغير تركيبة الحكومة الحالية إذا أراد. طيب، كانت هناك كلمة للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالأمس، اتهم فيها إسرائيل بانتهاج التسويف كحل أو كهدف استراتيجي بالنسبة لها من هذه المفاوضات، كما أشاروا إلى أن الجانب الأمريكي أول مرة في المفاوضات يحمل مسؤولية للطرفين وليس للطرف الفلسطيني، وكذلك يقول بأن السبب في هذه الأزمة هو رفض الجانب الإسرائيلي تسليم الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى. معنى هذا بأن الجانب الإسرائيلي الأمريكي ربما بدأ يراجع مدى دعمه للجانب الإسرائيلي وقد يمارس ضغوط أكثر في هذه المرحلة على إسرائيل؟ ربما، يعني هناك محللين يقولون ذلك في إسرائيل، إنه صبر الطرف الأمريكي بدأ ينفذ يعني من الخطوات الإسرائيلية، ولكن حتى الآن لا يبدو أن الأمريكان قاموا بخطوات أكثر من هيك، خطوات ضغط على إسرائيل أكثر من التصريحات لوزير كيري مثلا. يعني ليست هناك تهديدات من قبل الرئيس أوباما، لذلك حتى الآن يعني غير التصريحات ممكن مش مشجعة من البيت الأبيض أو من أمريكا، لا توجد أكثر من هيك. نعم، شكرا لك من القدس الصحفي الإسرائيلي الحنان ميلر.